واتصاب. جه السنه اللي بعديها وصل برضه للفاينل، نفس القصه ونفس الحكايه بتتعاد تاني. شاف الاهلي هو اللي حظه سيء ولا علي معلول حظه سيء، ولا الاثنين هما اللي حظهم سيء في الوقت ده؟ لا، ممكن اكثر واحد حظه سيء هو انا. يعني الحلم بتاعي ان نتوج باللقب، نوصل للمرحله الاخيره وتحصل حاجه. مرحله السنه الثانيه نفس الموضوع. حسيت انه فما واحد لا هذا بتاع ربي سبحانه وتعالى، لكن حبيت اني نتوج. يعني كنت ممكن في اول سنتين ناخذ 2 افريقيا مع الاهلي، يعني تكتب تاريخ، تكتب تاريخ جديد من بدايه المشوار. لكن اهم حاجه في النادي الاهلي تعلمناها، انا تعلمتها في الاربع سنين، هي المجموعه. ما تعلمناش انه بتلوج على مصلحتك او مصلحه الفرد، لان النجم هو النادي الاهلي. لازم يعني الناس كلها، يعني اللي ياخد دوري النادي الاهلي خد دوري، مش علي معلول او سعد سمير او حمدي فتحي أو هو النادي الاهلي. يعني فما ناس ما شاركتش لكن تحسب لها الدوري، ده اللي تعلمناه في النادي الاهلي. فخساره كانت للمجموعه كلها. وده كلام مهم جدا، يعني عجبني قوي الروح اللي انت بتتكلم فيها. يعني علي معلول ما خرجش من قطاع النشئين بالنادي الاهلي، لكن كلامك اللي انت بتقوله، ادائك، شخصيتك في الملعب، روحك، لا يعني انت ابن اصيل من ابناء النادي الاهلي. لا، من اللي يدخل النادي الاهلي لازم يتعلم الحاجات الموجوده. فما ثوابت، فما قرارات، فما مبادئ لازم تمشي عليها. اذا كان مش تتبع الحاجات هذه مش تلقى روحك خارج النادي الاهلي. يعني لازم فما حاجات لازم تقعد متفكرهم، مش لازم تبعد عليهم. اذا كان بعدت النادي الاهلي خلاص، ده اللي يعمل فرق، ده اللي يخلي الاهلي في حته والناس في حته ثانيه، الفرقه الثانيه في حته ثانيه خالص. جمهور